وعن آخر أخبار المال والأعمال. الوقفة الاقتصادية الآن مع ليلى عمر. تفضل ليلى. شكرا لكم إيمان وشروق، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. عقد وزير التنمية المحلية هشام أمنة اجتماعا مع محافظ القاهرة خالد عبد العال ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف بمقر الوزارة. وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بالمحافظتين، وعلى رأسها منظومة النظافة الجديدة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بتحسين مستوى النظافة بالقاهرة والإسكندرية وأهمية شعور المواطن بتحسن ملموس على أرض الواقع. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب. وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 841.239 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 2516 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و50 قرشا للشراء و24 جنيها و57 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 25 جنيها و48 قرشا للشراء و25 جنيها و57 قرشا للبيع. أما الجنيه الاسترليني فسجل 29 جنيها و68 قرشا للشراء و29 جنيها و78 قرشا للبيع. نتحول إلى العملات العربية، الدرهم الإماراتي سجل 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و69 قرشا للبيع. أما الريال السعودي فسجل 6 جنيهات و51 قرشا للشراء و6 جنيهات و54 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب على المستوى العالمي بنسبة 1.2% ليصل إلى 1745 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فارتفعت أسعار الذهب بقيمة 45 جنيها، حيث سجل عيار 18208 جنيهات للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1410 جنيهات للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1613 جنيها. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 11280 جنيها. وفي أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط العالمية بينما تبحث مجموعة الدول السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي فوق المستوى الذي يجري تداوله حاليا. وتراجعت العقود الآجلة للخام بنسبة 3.15% لتصل إلى 84.92 دولارا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.4% مسجلة 77.54 دولارا للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل إلى 3.30 دولار للتر. وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7% لتسجل 7.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال البنك الدولي إن الاقتصاد اللبناني مستمر في الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما. وأوضح البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد انكماشا في لبنان بنسبة 5.4% في عام 2022 وسط تأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادية.
أكد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة وصل إلى مستوى قياسي، مع وصول عدد إضافي من الأشخاص يقدر بنحو 504 ألف شخص إلى الأراضي البريطانية خلال 12 شهراً التي انتهت في يونيو من عام 2022، أكثر من المغادرين، وذلك وفقاً لتقديرات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة مرة أخرى لإيمان وشروق، إليكم من جديد. شكرا جزيلا لك ليلى.